أنا أسألكم، حين اختلى السيستاني بعامر موسى، هذه الحكاية حكيتها لكم وبتفاصيلها، لكنني آتي بها هنا على سبيل المثال. حينما اختلى بعامر موسى وهو الذي طلب الخلوة معه، وماذا قال له؟ وبإصرار وبتكرار، مثل ما يذكر عمر موسى في مذكراته في كتابه في الجزء الثاني من كتابه الذي عنوانه كتابية سنوات الجامعة العربية لعمر موسى، وقد جئت بالكتاب وقرأته عليكم في الحلقات الماضية من هذا البرنامج. حينما اختلى به وطلب منه قائلا لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران وإنما خذوه إليكم، خذوا العراق والقوا به في أحضان العرب، هذا الأمر يمثل مراد صاحب الزمان أم أنه يمثل مراد الشيطان؟ هؤلاء هم الذين نطق الشيطان بألسنتهم، والقضية هكذا على طول الخط. العراق عاصمة صاحب الزمان، حينما يعبث به السيستاني بهذه الطريقة فهل هو نائب صاحب الزمان؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عمرو موسى عن هذه الواقعة في برنامج ساعة مع هارون عبر قناة آسيا الفضائية. طيب، في هذه الحادثة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة. هاي تمام. مكتوبة في الكتاب. أنا عارف عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين. طبعا. العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. نفس كلمتي. هذا الكلام ينسجم مع المشروع المهدوي، أنتم ماذا تقولون؟ أنتم شيعة تنتظرون إمام زمانكم أو لا؟ هذا المنطق ينسجم مع المشروع المهدوي؟ ينسجم مع الانتظار؟ ينسجم مع التمهيد؟ ماذا تقولون أنتم؟ وفعلا عمرو موسى وجدها فرصة سانحة وأخبر الحكام العرب وأخذوا العراق إلى أحضان السعودية. ما تشاهدونه اليوم هو نتاج هذا المخطط الشيطاني السيستاني. هذا الكلام الذي دار فيما بين السيستاني وعمرو موسى بالضبط كان في يوم السبت 22/10/2005، وإلى هذا التاريخ كانت السعودية بعيدة عن العراق لا تتدخل بشكل مباشر لأن الأمريكان قد منعوهم، ولكن منذ 2006 بعد هذا الاتفاق الشيطاني السيستاني بدأ السعوديون يتدخلون في الشأن العراقي إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. رجاء اعرضوا لنا التقرير الإخباري الذي بث في هذه الأيام عبر القناة العراقية الإخبارية الرسمية.
حزمة اتفاقات تجارية وتنموية يوقعها الوفد العراقي في الرياض. الأمين العام لمجلس الوزراء أكد سعي العراق الجاد وبخطوات عملية إلى تحويل هذه البروتوكولات الموقعة إلى فعل على الأرض، ما يعود بالنتيجة بالنفع الإيجابي على الجانبين العراقي والسعودي. الحكومة عازمة على تجاوز كثير من المعرقلات. أنا شخصيا كمنسق وطني بالتنسيق مع الأخوة الجانب السعودي تجاوزنا كثير من المشاكل، حقبة جديدة بالتبادل التجاري. العامل الرئيسي والمنفذ الرئيسي للتبادل هو المنفذ البري بين العراق والسعودية، وهو منفذ عرار، وهناك منافذ أخرى سيتم افتتاحها أيضا. السعودية تؤكد رغبتها الحقيقية في العمل بمجالات الزراعة والصناعة والطاقة بفرص متكافئة من خلال إنشاء مركز بيانات مشترك للفرص المتاحة، مطالبة العراق تقليل الروتين والبيروقراطية وتسهيل إجراءات دخول البضائع السعودية والسعي لفتح منافذ جديدة حدودية. الدعم الكبير من قيادتي البلدين لتطوير وتنمية هذه العلاقة الاقتصادية التجارية الاستثمارية، هناك رغبة أكيدة بين القطاعين الخاص في البلدين. اليوم الفرص الهائلة الموجودة اليوم في جمهورية العراق في المملكة العربية السعودية، أنا أعتقد أنها مصلحة مشتركة للبلدين. هناك نية صادقة في التعاون وهذا أهم شيء، هناك رغبة حقيقية من دخول السعودية كمستثمرين وليس كأسواق سعودية. تدخل أسواق السعودية، ولكن دخول السعوديين في هذه الاستثمارات شيء مهم بالنسبة لنا. نحن بمس الحاجة أن تدخل هناك أسواق ومستثمرين ورجال أعمال ممكن أن يستثمروا في أرض العراق. العراق وعلى لسان الأمين العام لمجلس الوزراء يؤكد إزالة كافة المعوقات التي تحول دون رفع ميزان التبادل التجاري بين البلدين الجارين. السعودية تؤكد المضي باتفاقات استراتيجية برغبة حقيقية وإرادة فاعلة، ما يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية وعلى كافة الصعد. من العاصمة السعودية الرياض، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية. أنا لا شأن لي بالأمور السياسية والاقتصادية، حديثي في الجانب العقائدي، إنما عرضت هذا التقرير كي أبين لكم من أن هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات نحن لا نعرف أسرارها ولا نعرف ماذا يجري في كواليسها ولا شأن لي بها، لكنني سأعرض لكم فيديو بث على القناة الإخبارية السعودية يتحدث فيه وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، يقول من أن محمد بن سلمان عينه وزيرا في الحكومة العراقية. محمد بن سلمان يعين ماجد القصبي وزيرا في الحكومة العراقية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. وختاما أحب أن أكد لكم، عندما شرفني سمو سيدي ولي العهد برئاسة هذا المجلس وجهني بأن أكون وزيرا في الحكومة العراقية وأن يكون تقييم أدائي بيد رئيس دولة رئيس وزراء الحكومة العراقية، والهدف هو أن العراق والمملكة العربية السعودية عينين في رأس. عفى الله عما سلف، علاقة اليوم كل الممكنات الموجودة لتنمية هذه العلاقة في أحسن فرصها. في تحديات، في مشاكل، وحنا نقول المشاكل من صنع البشر والحلول من صنع البشر. فأرجو أن تعتبروني يا دكتور نواف ويا أخ محمد عضو معكم في المجالس، وإن شاء الله نضع خطة عمل لهذه الأمور، والله ينفع بالجهود. والشكر أخير لكم ولكل من حضر وتعنى، والله يحييكم مرة أخرى بين أهلكم وإخوانكم، وشكرا جزيلا.
بشرى سارة للشيعة، فإن السعودية قد عفت عن العراقيين، عفى الله عما سلف، من الذي يعفو عمن؟ هذا هو نتاج المخطط السيستاني الشيطاني. تلك المقدمات وهذه النتائج. ما علاقة محمد بن سلمان أن يعين وزيرا سعوديا كي يكون وزيرا في الحكومة العراقية؟ أنا لا شأن لي بالأوضاع السياسية وبالأوضاع الاقتصادية، لكنني أقول لكم هذه مرجعية السيستاني مثلما تعبث بالأوضاع السياسية والاقتصادية هي تعبث بدينكم. أنا أتحدث عن العقيدة والدين. هذا الذي وصلنا إليه من هذه النتائج بسبب تلك المقدمات، إنه برنامج شيطاني من الطراز الأول. النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها، أنا أسألكم، أقول العراقيين السرابيت والهتلية عندنا قليلين، إحنا نقدر نصدر سرابيت وهتلية لكل دول العالم، ما شاء الله أتباع المرجعية السيستانية كلهم سرابيت وهتلية، والأحزاب الشيعية كلها سرابيت وهتلية، نقدر نصدر من داخل الجو الشيعي سرابيت وهتلية لكل دول العالم، فشنو محتاجين يجيبونا سرابيت وهتلية من السعودية؟ احنا اللي عندنا قليل الموجود عندنا، شو تقولون انتم؟ مثلما يضحكون عليكم في دنياكم يضحكون عليكم في دينكم. هم في البداية ضحكوا عليكم في دينكم، وهذا جر إلى أن ضحكوا عليكم في دنياكم. هذا منطق الشيطان أو منطق الرحمن؟ ماذا تقولون أنتم؟ زين ذولا المفروض أني أتكلم معهم بأدب عالي، أو أنني أصفهم بالأوصاف السوقية التي هي في الحقيقة مديح لهم بالقياس إلى قبحهم وسوء أحوالهم؟ ماذا تقولون أنتم؟ مثلما قلت لكم، أنا لا شأن لي بالبرامج السياسية والاقتصادية، حديثي هنا عن الجانب العقائدي الذي أعرفه من خلال خبرة طويلة في حديث أهل البيت، من أن أشد الناس عداء للإمام الحجة حين ظهوره وحتى قبل ظهوره، من أن أشد الناس عداء هم مراجع النجف وكربلاء، ولذلك سيخرجون إلى قتاله. ومن هنا فإن شيعة العراق مهيئون لحرب صاحب الزمان، لأنهم سيتبعون فتاوى مراجعهم في النجف وكربلاء. وكذلك شيعة السعودية فإنهم على حاشية شيعة العراق، هم أتباع مرجعية النجف وكربلاء. من هنا فإننا لا نجد في الروايات والأحاديث أي دور لشيعة السعودية في نصرة الإمام الحجة، مع أن البرنامج المهدوي يبدأ في أرضه. لا تقولوا من أنه في رواية هناك ذكر لشخص أو شخصين أو لبعض الأشخاص يأتون من مكة أو من المدينة، أنا لا أتحدث عن هذا، أنا أتحدث عن شعب، عن أمة.
عن الأمة الشيعية في السعودية ليس لها من ذكر في نصرة صاحب الزمان. لماذا؟ لأنهم أتباع مراجع النجف، مثلما الحال في شيعة العراق، فإن شيعة العراق سيبايعون السفياني وسيحاربون صاحب الزمان اتباعا لأوامر مراجع النجف وكربلاء. هذا هو الذي يجري الآن. شيعة العراق سيحاربون صاحب الزمان، وأشد الناس عداء بعد شيعة العراق عرب السعودية، العرب وبالدرجة الأولى عرب السعودية، وهابية السعودية، سنة السعودية، هم أشد الناس عداء لصاحب الزمان بعد شيعة العراق، والتفاصيل مذكورة في رواياتنا. أشد الناس عداء للإمام الحجة بعد شيعة العراق هم عرب السعودية، وهذا هو الذي يقوم به السيستاني في تهيئة البرنامج الشيطاني، برنامج إبليس. الشيعة يهيئون لحرب إمام زمانهم، والعراق يلقى به في أحضان عرب السعودية الذين هم أشد الناس عداء للمشروع المهدوي. هذه هي الحقيقة من الآخر. الروايات هكذا تقول، ما أنا الذي أقول. من الذي طبق البرنامج الشيطاني هذا؟ ومن الذي بدأ به؟ ومن الذي فتح بابه؟ عمرو موسى ما كان يجرؤ أن يقول هذا الكلام، وما كان يجرؤ أن يتحرك في هذا الاتجاه لولا أن السيستاني في مركز الشيطان، في بيته الذي هو بيت الشيطان، في زقاقه الذي هو زقاق الشيطان، أن اتفق مع عمرو موسى على البرنامج الشيطاني هذا. بعد هذا تقولون عن هؤلاء من أنهم حكام شرعيون حقيقيون، هؤلاء حكام شيطانيون ومن الآخر. هذه الحقائق أين تذهبون بها؟ أين تضعونها؟ نذهب إلى فاصل. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 28 من الحلقة 7 من برنامج بصراحة، وهي وثيقة من مجموعة وثائق ضلال كمال الحيدري، إنه المرجع الشيعي المعاصر، حيث يتحدث وبشكل قاطع عبر قناة الكوثر الفضائية من أن أحاديث أهل البيت والتي يعبر عنها بالموروث الشيعي من أنها إسرائيلية مجوسية كما يقول هو. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي، هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية. أنا أسألكم، هذا المنطق منطق الرحمن أو منطق شيطاني؟ إمام زماننا يرجع الشيعة إلى رواة الحديث، فرواة الحديث يروون هذه الأحاديث التي يتحدث عنها هذا الأحمق. ماذا تقولون أنتم؟ رجاء أعيد بث الوثيقة. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي، هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية.
يفترض في شخص كهذا من أنه قد قضى عمره في التحقيق في هذه المسألة، ولكنه كشف الحقيقة لخواصه وتلاميذه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 25 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة، إنها وثيقة من مجموعة وثائق ضلال كمال الحيدري. ما ادري انت مو والله لا افكر باي شبر والله، من يوم اللي طلعت على الكوثر وقلت بانه موروث الروائي يهودي نصراني كذا، لا كنت مخطط له، لا كنت كاتبه، لا كنت قايله، وكانه في ذاك الموقع واحد قال لي هاي الجمله قولها انا قلتها يعني قبل ماكو اي والله لا كاتب عجبت روحه من 12 هماتين نزلت جوا هذا الشيخ حسن القطير قام يطلع على راسي والله قام يطلع على راسي قال لي هل يوم قلت ايش؟ قلت شنو اللي قلت؟ وجها لوجه يجي نزلت من الدراج لا مو هو بلي بلي بالاستوديو مالت الشيخ حسن القطير هذا فهو من انزل مولانا يقعد كاملا يسمعني كاملا هو يقعد جوا ويسمعوه عرفت شلون؟ وبعض الاحيان مخابرات طلعات يقعدون فنزلت بالدرج بعد ما خلاني اطب الغرفه قال لي انت تدري هاليوم شنو قلت انت؟ قلت له والله ولا ادري شنو؟ قال هاي قلت انت؟ قلت له والله ما ادري في وقتها اجت الجو ذهني انا قلت هذه الظاهرة مو أوحى ما أدري أعوذ بالله ما أدري أنا أنت روح حللها عد علماء الناس يقولون بابا هذا مريض ما أدري إيه أشي أقول لك أخو متدة تسألني عن شيء أقول لا أعلم أنا بدي أقول محفل علمي أنا بدي أقول ما هذا عقل ما عندي لا ما التفت أقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه أما أنه احتمال أكو في شيء آخر عين ولا عين أم ما العبد مهم أو أنه إلهية أو أنه شيطاني مدري أنا ولهذا ما أتذكر يوم واحد قال لي جايز بيني ويقول هذا اللي صار لي فاليوم ما اعتمد على الله قد واحد وايد قال لي فاليوم ما شكيت الأمر قلت له ليش تسوي شيء أخو أنت وين تنوني الآن وين ليش قلت له والله ما خطر على ذهني أنا أقول له ما خطر على ذهني الهي ليش يجي تدور؟ والله ما ادخل في عالم الالفاظ حتى انه اقول كذا اقول هو هذا اللي اقول ولا معتقدا بالجبر تشوفون وانا اتكلم ما معتقد بنظريه بالجبر ولكن هاي النظريه ما هي الوجود الشخصيه اللي هو المتكلم فعلا هو لا الكل مثلا هسه التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر وكان وحق بدي اقولها يعني هسه الكل هاي مو هناك اقول هو من الحكي اللي احكيناه انا ما معد له هذا ما تجارته ويعني نقول انه من سوء الادب أنا كنا نقول بيننا بعض أن أحيانا الجنرال السيد بعض النظريات تطلع أحسن تسويها ويطرحها ويطرحها أحسن أبدا أبدا واي هم مو شوي واي مولانا لا كاتبة لا أصلا بعض الأحيان أروح الكوثر أقول لهم مثلا بعض الأحيان من كان أطلع أقول له هذا البحث اللي أنه قلت له ترى هذا ما تقدر تحضر له هذا من قعدت في الاستوديو لابد مني أقوله أقول أنت طبعاً من تقول فرويد يقول بابا هذا لا تقول ما بيتحكم أقول أنا ما التفت أما تعطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذين مقدمات توفيق إلهي لابد أنت تقولها تعطيها الفد واحد بيني وبين الله قراءة وقراءة ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحشي على الزراعة لو لا سمح الله مع حالة خلوة الذهن هل يمكن هذا اقول ليش تدور انا اطلع من اطلع اقول سيدي برزوه ما عندك شغل اليوم حشيت لك شاي انت ويا نفسي هاي اقولها
اقول على شنو حجيت ايش التوبيخ؟ ولكن طلعت وراحت خلصت. الكلام في كذا ما دمت لم تتكلم، وعندما تتكلم انت تصير شنو؟ هذه الأمور العقائدية الخطيرة هكذا تصل إليكم، وهذا هو برنامج الشيطان. هكذا يضحك الشيطان على مراجع الشيعة مثلما يضحك على هذا المرجع الأحمق، وهو يضحك على الشيعة. هؤلاء الذين حوله هم أحوان الشيطان، هل انتبهتم إلى كلامهم؟ على سبيل المثال أحدهم، أحد هؤلاء الذين من تلامذته، يقول انحلل الظاهرة، هذه الظاهرة انحللها. يخرج كمال الحيدري ويصف أحاديث أهل البيت بأنها إسرائيلية ومجوسية، هو يضرط من فمه تحليل الظاهرة، هو هذا، هذا الرجل يضرط من فمه. أنتم تعترضون على استعمال هذه الكلمات، لا أجد كلمات غيرها، وهي عظيمة المدح بالنسبة لهذا ولأمثاله. هذا يضرط من فمه، وهذا جاء يقول له انحلل الظاهرة، يعني إذا ردنا نحللها فيبدي كمال الحيدري. ما أدري، ما أدري أنا، أنت روح حللها عند علماء النفس. هسه يقولون بابا هذا مريض، فعلا مريض، فأنت مريض، أنت مريض بمرض الدودة الشيطانية، أنت شيطان. يقول له ما أدري أنا، أنت روح حلل. هذا كمال الحيدري، أمامي نص الحديث الذي عرض في الفيديو. يقول له ما أدري أنا، أنت روح حللها عند علماء النفس. هسه يقولون بابا هذا مريض، ايش مدريني؟ اي انا شنو اقول لك؟ اقول انت دا تسالني عن شيء اقول لا اعلم. احد الطلبه ماذا يقول؟ يقول هذه معجزه الهيه. هي معجزه، هي من جهه معجزه معجزه، لان هذا الحكي كان يفترض أن يخرج من أسفل كمال الحيدري، لكنه أظهره من أعلى. هي المعجزة هنا، هي من جهة معجزة معجزة. يقول له هذه معجزة إلهية. شي جاوبه كمال الحيدري؟ أو إنه إلهية أو إنه شيطانية، إيش مدريني؟ هو هكذا يقول، هو هذا دليل على أنها شيطانية، لأنها لو كانت رحمانية لكنت علمت بها. فيض الرحمن معلوم، كيد الشيطان يخفيه الشيطان، لا يستطيع أن يجعله رحمانيا ولا يظهره بشكل علني أنه شيطاني فإن الناس ترفضه، فإنه يجعل كيده مخبأ ويجعل الذي يطبق عليه البرنامج الشيطاني في حالة حيرة، فهو لا يدري هل أن الأمر رحماني أم شيطاني. وبالضبط هذه حالة كمال الحيدري، هذا يقول له معجزة إلهية، هو يجاوبه يقول له أو أنه إلهية أو أنه شيطانية، إيش مدريني؟ واحد من ذهل أعوان الشيطان من طلبة كمال الحيدري يقول له هذه ما ورائيات. هي صحيح ما ورائيات، يعني تطلع من وراء، ما ورائيات يقصد منها ما وراء الحس، ما وراء الطبيعة، هذه هي الما ورائيات، لكنه فعلا هي ما ورائيات، يعني المفروض تطلع من وراء، طالعة من وراء. أنتم ماذا تقولون؟ هذا منطق رحماني أم منطق شيطاني؟
وكما للحيدري أيضا حاكم شرعي ويطلق ويصدر فتاوى ويصدر أحكامه إلى آخره. هم هذا حاكم شرعي حقيقي، هذا حاكم شيطاني. من هنا قلت من أن الواقع الشيعي ليس فيه من حاكم شرعي حقيقي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 21 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة من مجموعة وثائق ضلال كمال الحيدري. يستهزئ بأمير المؤمنين، يستهزئ بأمير المؤمنين. أنا أقول لكمال الحيدري أنت ما لقيت لك واحد تحكي عنه، تحكي عن أمير المؤمنين وبهذه الطريقة غير المؤدبة، شنو سوء التوفيق هذا؟ ده روح شوف لك شغلة غير هاي الشغلة، هواية أكو شغلات أحسن من شغلتك هذه. ما أريد أقول بس أكو هواية شغلات. الآن بعض العمائم الإسلامية في العراق قاموا يشتغلونها، يحمونها ويدافعون عنها. أكو شغلات موجودة، موجودة بالكرادة وغير الكرادة، تابعة للأحزاب الإسلامية التي تتبنى الإسلام الأصيل. طيب الله حظكم، حظ إسلامكم، حظ دينكم يا غبران. اعرضوا لنا هذه الوثيقة. بالنسبة إليه بلا إشكال مقدمة لا شك فيها، ولهذا أمير المؤمنين من ماذا؟ في راحة، راح أكل من ماذا؟ قاعد في البيت مولانا أكل، زين أكل، هسه كان يريد يزهد مرة يريد كذا، هذا تابعين. أنا هم مثلا الآن والله يوميا أقدر أكل، بس الآن حال خايف على صحتي ما أكل، شان يخاف على صحته ما يأكل، ما يخاف على شنو ما يأكل، ثم انا قلت له بابا مره زينب جابت له خبز يابس حليب قال وهذا هذا مليون كل مره مسوي ومره مسوي انت انتم خبصتونا شو هو حميد ومره انت ثبت لي كل حياتي شنو اذا مو هالشكل عشان مريض ليش بطنه كبيره مولا لانه يا ابن الانزعي بطين مولا شعر بطه مولا امير من يقول ميرو من يقول اصوله ميرو كل هذا ميرو لانه احنا نشعر انت تاكل ونقل الى كل البيت نشعر تعتبر الكمال بعدم الاكل فتريد تنسب الكمال شنو؟ هو التكليف الشخصي اكو روايه معارضه للامام الصادق صلى الله عليه وسلم. رجاء اعيد بث الوثيقه. بالنسبه اليه بلا اشكال مقدمه لا شك فيها، ولهذا امير المؤمنين من ماذا؟ في راحة، راح اكل من ماذا؟ قاعد في البيت مولانا اكل، زين اكل، هسه كان يريد يزهد مره يريد كذا هذا تابعين. انا هم مثلا الان والله يوميا اقدر اكل، بس الان خايف على صحتي ما اكل، شان يخاف على صحته ما ياكل، ما يخاف على شنو ما ياكل، انت خاف صينه. ثم انا قلت له بابا مره زينب جابت له خبز يابس حليب قال وهذا هذا مليون كل مره مسوي ومره مسوي. أنت أنتم خبصتونا شو هو حميد ومره أنت ثبت لي كل حياتي شنو؟ إذا مو هالشكل عشان مريض ليش بطنه كبيره مولا؟ لأنه يا ابن الأنزعي بطين مولا شعر بطة مولا أمير من يقول ميرو؟ من يقول أصوله ميرو؟ كل هذا ميرو لأنه إحنا نشعر أنت تاكل ونقل إلى كل البيت نشعر تعتبر الكمال بعدم الأكل فتريد تنسب الكمال شنو؟ يقول مرة زينب جابت له خبز يابس إلى آخر كلامه، وكأنه يتحدث عن بنت الجيران. إلى أن يقول إذا مو هالشكل لعد كان مريض. أمير المؤمنين مريض، هو أنت المريض، أنت المريض، وذولا اللي يمك المرضى، ذولا اللي يقبلون كلامك المرضى، وأنت المريض. إذا مو هالشكل لعد كان مريض. أنا ماذا أعلق، ماذا أقول؟
في الحقيقة هناك كلام بين لهوات أنا أمانعه. هذا منطق الرحمن، ما هذا مرجع من المراجع، وهو حاكم شرعي، وأيضا يقوم بدور الحاكم الشرعي ويقوم بالتطليق أيضا وغير ذلك. إنما أشير إلى التطليق لأن الحديث عن هذا الموضوع. ماذا تقولون أنتم؟ هذا منطق الشيطان أو منطق الرحمن؟ هؤلاء يمثلون صاحب الزمان، هو وصل إلى طريق الضلال في علاقته مع صاحب الزمان، ولكن هؤلاء هم مراجعكم. رجاء أن اعرضوا لنا الوثيقة رقم 17 من حلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائلي. الرأي الثاني لا، هذا ينشبوه علما إن هم إيش أكو عندهم الحقيقة، شكو جبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء إيش تتصور أكو جبالة، أحيانا جبالتهم إلو ما مع الأسف يعني. ليش هذا ظلم، شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة انصب الإمام. أنا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير، أبدا الله وكيلك ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين يا علامة؟ هذه الرواية موجودة في الجزء الأول من الكهف الشريف، رواية طويلة في باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين، إنها الرواية الثالثة بسنده، بسند الكليني رضوان الله تعالى عليه، عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن إمامنا الصادق. الرواية طويلة تبدأ من صفحة 325 326 327 إلى صفحة 328، من صفحة 325 إلى صفحة 328 الحديث الثالث من الباب الذي عنوانه الإشارة والنص على أمير المؤمنين. وهذا الكلام موجود في العديد من مصادرنا الحديثية المهمة والأصلية القديمة، وقد جمعت هذه المصادر في حلقات سابقة، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة، لكن هذا الكتاب من أهم كتبنا. هو يقول يبحث عن رأي مخرف، هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. المصادر التي ذكرها صحيح، هذه لمراجع الشيعة، لكنها تفاسير ناصبية. التبيان للطوسي تفسير ناصبي، مجمع البيان للطبرسي تفسير ناصبي، الميزان للطباطبائي تفسير ناصبي، الكاشف لمحمد جواد مغنية تفسير ناصبي. هذه تفاسير مراجع النجف التي دائما أتحدث عنها، من أنها نقضت بيعة الغدير وفسرت القرآن وفقا للمنهج العمري. الوائلي لا يعرف حديث أهل البيت، رجع إلى تفاسير النواصب هذه فما وجد
حديث أهل البيت فيها. علماء السنة أعلم من علماء الشيعة في حديث أهل البيت الموجود في كتبنا. هذه الحقيقة وهذا أمامكم. هذا هو الناطق الرسمي باسم مرجعية السيستاني، أتحدث عن ناطق رسمي عقائدي يصف أحاديث الصادق بأنها زبالة. هذا منطق الرحماني؟ لو كان خادما للحسين هل أن الحسين يتركه أن يصف حديث الصادق بالزبالة؟ هذا خادم ليزيد ابن معاوية. حديث الصادق زبالة، يا زبالة، أنتم تقبلون أنه يقول عن حديث الصادق من أنه زبالة، ولكن لا تقبلون مني أن أقول عنه من أنه هو الزبالة، لأنكم لستم شيعة. راجعوا قلوبكم، ستجدون كلامه في وصف حديث الصادق من أنه زبالة لا يؤثر فيكم، لكنني حين أقول له يا زبالة تمتعضون من كلامي. لستم شيعة، هذه علامة أنكم لستم شيعة. أنتم شيعة أصحاب العمائم، هؤلاء شيعة هؤلاء الشياطين. هذه هي الحقيقة من الآخر. رجاء أعيد بث الفيديو. الرأي الثاني لا، هذا ينشبوه المن إن هم إيش أكو عندهم الحقيقة؟ إيش أكو زبالة يذبوها على الشيعة؟ شايف؟ في كل شيء إيش تتصور أكو زبالة؟ أحيانا زبالتهم إلهم ها، مع الأسف يعني. ليش؟ هذا ظلم. شايف؟ هذا الواقع. يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخم، ريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟ في أحد البرامج ربما جئت بما يقرب من 20 مصدر من مصادرنا المهمة فيها هذه الروايات، لكن هؤلاء لا الذين ذكرهم يفقهون الروايات ويحفظونها، ولا هو والخطباء من أمثاله، لأنهم جميعا غارقون في قذارات النواصب. أمير المؤمنين يحذر الشيعة من هؤلاء. أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الطبعة طبعة ذوي القربى، قم المقدسة، الطبعة الأولى، صفحة 33، رقم الحديث 26، عن أمير المؤمنين يخاطبنا، يخاطبني ويخاطبكم: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، والمنتحلين مودتنا، والمعتقدين مودتنا، إياكم 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 وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن. هؤلاء الطوسي، الطبرسي في تفاسيرهم، هؤلاء أعداء أحاديث أهل البيت في التفسير، ولذلك لم يوردوا شيئا من أحاديثهم. حينما رجع الوائلي ما وجد شيئا من الأحاديث التفسيرية، لأن التفاسير هذه قمامة، قمامة ناصبية بامتياز. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا وماله دولا، فذلت لهم الرقاب
وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، هؤلاء مقلدوهم، ونازعوا الحق أهله، نازعوا الحق أهله، نازعوا صاحب الزمان، فجعلوا أنفسهم أئمة بدلا عنه، وقالوا نحن نوابه. أما حينما يخرج لو كانوا نوابا له لماذا يقولون له ارجع فلسنا بحاجتك؟ فهل يقول النائب للذي جعله نائبا هكذا؟ ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين، كفار ببيعة الغدير، ولذا لم يطبقوها وإنما فسروا القرآن بحسب المنهج العمري لا بحسب ما أخذ علينا من المواثيق في بيعة الغدير أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي. وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون، عما لا يعلمون من دين العترة، من حديث العترة، من قرآن العترة، فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا، أي يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا. هذا هو واقع الشيعة. هؤلاء الخوئي، محمد باقر الصادر السيستاني، كمال الحيدري، محمد الشيرازي، صادق الشيرازي، البقية، هؤلاء تنطبق عليهم هذه الرواية تمام الانطباق، فليسوا أهلا أن يكونوا حكاما شرعيين. هم في نظر الشيعة أنهم حكام شرعيون، وما قيمة نظر الشيعة؟ السنة الذين هم أكثر عددا من الشيعة يعتقدون أن الخليفة الأول والثاني والثالث من أنهم خلفاء حق لرسول الله، فما قيمة اعتقادهم هذا؟ أعتقد أن الصورة صارت واضحة. المجموعة الممدوحة ويرمى بالتفسير في مسامعهم، هؤلاء لا وجود لهم بين هؤلاء، فأي تفسير قد رمي في مسامع هؤلاء السفلة من مراجع وخطباء الشيعة الضالين؟ هذه المجموعة انتهينا من الحديث عنها، حديثنا عن الشياطين هؤلاء، هكذا يصفهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، واتخذهم له أشراكا، فباض وفرخ في صدورهم، ودب ودرج في حجورهم، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، فركب بهم الزلل وبين لهم الخطل، فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. هؤلاء هم، ما ينطقون به هو منطق الشيطان. عرضت لكم ماذا يقول الخوئي وماذا يقول السيستاني وأتباع السيستاني، وماذا فعل السيستاني بالعراق وشيعة العراق، وماذا يقول كمال الحيدري، وماذا يقول الوائلي. ولو بقيت مستمرا فإن الجميع دون استثناء على نفس هذا البرنامج، إنهم شياطين، إنهم نواب عن الشيطان، فلا يصح أن يكونوا حكاما شرعيين. من هنا أقول للنساء اللاتي يراجعن هؤلاء ولا يحصلن على نتيجة شرعية منهم،
هؤلاء ما هم بحكام شرعيين حقيقيين. بإمكان المرأة أن تذهب إلى المحاكم المدنية وأن تحصل الطلاق من هناك وتبدأ حساب عدتها من اليوم الذي تعلن المحكمة المدنية طلاقها. هذا حل اضطراري قد لا يناسب المجتمع، هذا أمر راجع للمرأة هي التي تقدر حالها. أنا أتمنى لها أن تحصل على طلاق من هؤلاء السفلة، لكن هؤلاء في بعض الأحيان يقفون في صف الزوج لكثرة أمواله، لأنه من عائلة معروفة. وظلم المرأة أمر يسير في مجتمعنا وفي أجواء رجال الدين. ظلم المرأة أمر يسير وسهل جدا. أعتقد أن الصورة باتت واضحة وواضحة جدا. كان في نيتي أن أتحدث عن موضوع من سفالة هؤلاء المراجع، لكنني لا أجد وقتا كافيا لذكره، لذا سأعرض عنه، سأتحدث عنه في وقت آخر. بهذا تم الكلام في جواب سؤال من سأل عن حال الزوجة إذا أرادت الطلاق لأي سبب من الأسباب وتمنع زوجها معاندا أن يطلقها. بهذا تم الجواب وتم الكلام. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في حلقة تشتمل على أجوبة على أسئلة جديدة. أسألكم الدعاء، في أمان الله.